يوروجينيتال سيستم. معلش انا كنتني. قد تسمعوني واضح شباب؟ تسمعوني واضح؟ ايه دكتور نسمع. اوكي، من الاسم تلاحظون كأنه مقطعين، يورو يعني يورينري، والجينيتال اللي هو الجينيتال سيستم، فكأنه تو سيستمز ميرج توجذر. السبب انه بالفانكشن طبعا هي توتالي ديفرنت، لكن كاناتومي كامبريولوجيكال ديفلوبمنت ذا سيم سورس مالتهم، وعندهم شالات شيرنج كثيره. زين، فلهذا يعني يندرس عادة يعني كأنه one system، فنسمينه اليورو جينيتال سيستم. زين، فبالنسبة للوا كفانكشن نحن totally different، يعني اليورينري يختلف، لكن كديفلوبمنت embryologically أو كشالات بالأناتومي كثير شالات بيها شيرينج. فبالحقيقة هو راح يعني sub divided into two parts، one اللي هو urinary وsecond part اللي هو genital system. ومثل ما ذكرنا embryological development ذكرناه بالgastrulation أنه source معلم هو intermediate mesoderm، زين، اللي موجود طبعا في بداية الأمر، يعني intermediate mesoderm مع along the length of embryo. فكأنه نحن نقسم الintermediate mesoderm كأنه موجود بالcervical region وكأنه موجود بالthoracic region ولمبر وsacral، لأنه تذكرون الميزوديرم يتقسم إلى three parts: الparaxial اللي هو medial part، والintermediate part اللي هو هذا الintermediate mesoderm، واللateral seminal ولateral plate mesoderm. فلأنه الباراكسيال اللي هو راح يتكون من السومات وتتكون الفيرتبرال كولومن، زين، فلهذا الميزوديرم الانترميديت ميزوديرم راح يكون along the whole length of embryo، يعني هو ما موجود في مكان مثلا اللمبر ريجن وما موجود بالثوراسيك او لا. فلهذا هون هاي بس فكره انه حتى تعرفون انه الانترميديت ميزوديرم موجود along the whole length of embryo. بالنسبة للسيستم، يعني لازم تعرفون اكو شيء اسمه functional unit، او يعني مثلا اذا نحكي على الكدني functional unit اللي هي النيفرون، او يسموها الاكسكريتوري يونت، يعني الوحدة اللي يصيب بها الترشيح والشغلات. السكند بارت هو اللي هو الدكت سيستم، اللي يكون عادة يعني for ايش transmission of the، يعني مثلا نقول السبستانس او اي شيء كان. فاذا نحن نحتاج الى system بينه function اللي نسميه الفانكشنال يونت، والجزء الثاني هو اللي هو الدكت او الدكتيول، زين، in combination معهم. فهذول اذا جينا اخذنا اليوروجينيتال سيستم، انه فتشي اكو اكسكريتوري دكتس بس سيستم، هذولي حطوه ببالكم، يعني اليورينري في بدايته والجينيتال شيرينج، واثنين ينتهون وين؟ بالكلواكه. زين، فاذا جينا نحن هسه اخذنا هاي البيكتشر، تشعون هذا في فيجر اي اللي هو ترانسفيرس سكشن، العمر مالته 21 days، وهون يتصل إلى 25 days. فإذا نحن إذا نجي نحسب هاي الأيام، يعني كأنه نحن بدينا بال يعني third week وفتنا بالfourth week. فإيه هاي المكان اللي هي نحن قلنا بقدام النوتوكورد والباراكسيال ميزودير، وإيه هاي المكان هي الانترميديت، وهاي المكان هي اللاترال بليت ميزوديرم. اللي خصنا بالموضوع هو الانترميديت ميزوديرم.
راح تلاحظون اكو فتشي اسمه الدورزال اورتا، وما مثل بال اللي هو نقول بالماتشور او بالادلت او ماتشور يعني حتى الانفانت، تلاحظون اكو كانوا تو دورزال اورتا. هذا الدورزال اورتا راح يصير بينه ايش، يعطينا فد برانشز نسميها رايت وليفت رينال ارتري، والرينال ارتري بينه صب ديفيجن. وهسه راح نحكي شلون راح تتكون الفانكشنال يونت او نسميها الاكسكريتوري يونت. طبعا هذه بال 25 دايز راح تلاحظون بالانترميديت ميزوديرم كان يتكون عندي فد شيء اسمه انترنال واكسترنال جلوميرولاي اللي راح تعمل النفران اللي هي سميناها الفانكشنال يونت، وكذلك راح تكون عندنا الدكس سيستم اللي هي سميها نفريك تيوبيول. هذه يعني جدا مهمه نتخلون ببالكم زين. فاذا عندنا تيوبيولز. بالنسبه ان احنا ذكرنا انه لازم نقسم انه يعني اليورينري ندرسه بواحد، مثلا بين المحاضرة اليوم راح ندرس اليورينري سيستم. واليورينري سيستم لو نجي عليه يتكون من الكيدنيز يعني رايت ليفت كيدني ويوريترز اثنين حالبين، وبعدين عندنا ون يورينري بلادر، وعندنا ون يوريثرا. ك كيدنيز اذا نجي ندرسها وقلنا هي الاوريجينيشن الاوريجين مالها من الانترميديت ميزوديرم، وقلنا الانترميديت ميزوديرم موجود على طول البيبي ماكو على الامبريوم along the whole length. فاكو عندنا انترميديت ميزوديرم بالسيرفايكال ريجن وكو بالثوراسيك وباللمبر وبالسكرا. وعليه لنجي ندرس الكيدني سيستم كانه تمر ثري سكسيسيف يعني ستيجز. هالستيجز يعني كأنه واحد يصيغ اللخمة موجودة تختفي هاي تطلع اللخمة وهكذا. فلهذا يعني راح نقسمها من الكرانيال to caudal region then in sequences which show the intrauterine life in a human اللي راح تعطينا هاي الكيدنيز. فالكيدني اللي موجودة في السيرفايكال ريجن نسميه البرونيفروز، واللي موجود بالثوراسيك والابر لامبر يعني على طول هاي المكان اللي طلعت يعني من الانترميديت ميزوديرم يسموه الميزو نيفروز، والاخر مكان اللي هي من اللور لامبر مع السكرال نسميه الميتو ميتا نيفروز. هذه البرونيفروز تختلف كليا على هذول الاثنين. فحتى نحن يعني للسهولة for simplicity you can study them by doing like a table. التابل أهم شيء showing or illustration بينو site. فهسا عرفنا site البرونيفروز موجودة بالسيرفايكال ريجن، ميزونيفروز موجودة بالثوراسيك كلته والأبر لمبر تصل إلى الـ L3، والميتانيفروز من الـ L3 إلى السيكرال ريجن زين. بالنسبه الفيرست وان التايم مالتهم طبعا هذول كلهم يبدون بالفورث ويك، والميزه مال البرونيفروز انه توتالي يعني لابيا فانكشن وفيري شورت بيريد، يعني هي تقريبا تبدي بالفورث ويك بيجينينج وتصير رودمنتري اور فيستيجيال بالاند اوف ذا فورث ويك. لهذا من نجي عليها يعني كنت تعتبر totally non-functioning. فإذا هاي النقطة الثالثة هل أنها function or not، فهي totally non-functioning. بالنسبة للميزونيفروز وهي functioning for a short period of life بالintrauterine life زين أو fetal period. بالنسبة للميتانيفروز وهي اللي يعتبروها definitive kidney أو permanent kidney، فهي الوحيدة اللي functioning. فإذا الفرق بيناتهم من ناحية الفانكشن. الناحية الأخرى هي الستركتورال كومبوننت. نحن راح نلاحظ أن البرونيفروز اللي ذكرناه ومكانه بالسيرفايكال ريجين ميزته مثل يعني groups of cells، مو مثل ذولي يكونون unsegmented يعني كأنه قطعة واحدة من الانترميديت ميزوديرم.
بس قولوا لي بس لا طلعنا من من يطلع من الاتصال بلغني حارث. معاي؟ موجود دكتور. ايه لا يصير مثل شغلة الصبح. فإذا جينا أخذنا البروني فروز، أولا at the beginning of the fourth week راح تتكون السايت مالته عبارة عن 7 to 10 solid cell groups موجودة وين؟ بالسيرفايكال ريجن. هذه يعني الجروبس ما بيها اللي هي الفانكشنال يونت او يسموها الاكسكريتوري يونت، عباره عن فيستيجيال او رودمنتري، يعني كانه يعني نقول نون فانكشنينج. زين، وهذه ايش يصيب بها؟ يصيب بها ريجريشن باي اللي هي النيفروتومز مالتها، يصيب بها ريجريشن بيفور مور كودل 1 ار فورم. ايش هي الكودل 1؟ اللي هي الميزونيفروس اللي هي راح تصيب الثوراسيك ريجن والأبر لامبر ريجن. فهوني قبل ما تتكون الميزونيفروس بفترة جدا قصيرة راح يصيب بها ريجريشن لهذه البرو نيفروس. زين، ولهذا by the end of the fourth week نهاية الأسبوع الرابع، زين، كل هذه البرونيفريتيك سيستم راح ايش يصيب بها؟ يصيب بها رودمنتري اند ديسابير، يعني مثل ديجنريشن. فاذا ناخذ هذا المقطع راح تلاحظون هذه اللي الكلر ماله مثل الريد الى براون، تلاحظوه على شكل سيجمنتد يعني مقطعه، وعباره عن ايش؟ يعني كانه سيل سوليد سيل جروب حوالي 7 إلى 10. هذولي مثل ما ذكرنا هي قطعة من الانترميديت ميزوديرم، بس لاحظوها عن البلو اللي هي انسيجمنتد عادة، وهاي يسموها اللي مكان الثوراسيك والأبر لامبر سميناها الميزونيفريك، وعندنا الجزء الأخير اللي هو يصيب السيكرال والأور لامبر اللي هي الميتانيفريك. تلاحظون هذولي كأنه انترميديت ميزوديرم، وقلنا بداخلهم راح تكون إيش؟ الفانكشنال يونت ينضاف لها الدكت. لكن البرونيفروز تلاحظون حتى الدكت مالتها هي ما كانوا يعني ايضا صاد رودمنتري مع المين سيلو جروب. كلتهم مثل ما هي مقطعه، تلاحظون يعني هسعوني السيرفايكال ريجن والثوراسيك والامبر، تلاحظون اكو فدكت سيستم شيرنج بيناتهم كلهم، ومثل ما ذكرنا كل تمويصه بينتهي هذا الدكت سيستم ينتهي بالكل واقع. فاذا راح تكون انه الدكت سيستم مال البرونيفروز والميزو والميتو اذا نجي ناخذهم كلهم الاند مال التمويصه بالكل واقع. زين، نجي على الملاحظه الثانيه، انه بعد ما صارت رودمنتري تلاحظون الدكت كأنه أيضا من هاي المكان وقفت. ولهذا هوني ما راح نحكي على الجزء الثاني اللي هي الميزونيفروس، ما راح نذكر يعني أنه الدكت كونكتد مثل ما نقول بالبرونيفريك دكت سيستم. زين، وإنما الدكت سيستم راح كأنه يبقى من الميزونيفريك وينتهي إلى حد الكلواكة. وهذه راح الدكت سيستم بالفيميل يعني الميزونيفريك دكت توتالي ديسابير، بس تبقى بالميل، يعني اذا كان الامبريو ميل موجودي فيميل ما موجودي. زين، وراح نلاحظ شغله اخرى، انه الكدني اللي هي راح تكون مال البيرمننت او الديفينيتيف كدني اللي ذكرناها تكون باللور لمبر و السيكرال، راح تبدي كأنه الكيدني formed within the pelvic region، وبعدين بوجود فشيء اسمه يوريتريك بود هسه راح نحكي عليه، راح يصيب بها movement upward يعني toward the abdominal cavity. زين، فمن نجي ناخذ الميزونيفروز مثل ما ذكرنا أنه السايت مالته من الثوراسيك كله والأبر لمبر، اتصل الى حد ال L3.
والميزة الثانية مالتها طبعا هي تبدي أيضا بالفورث ويك التايم، فصاعدنا التايم والسايت أو البوزيشن مالتها. النقطة الأخرى أنه هي functioning for a يعني temporary for a short period of يعني fetal life، بينما البرونيفروز نهائي ما كانت أي عند أي function. الكومبوننت مالتها ذيك كان كودكت وكان كوك سكرتري بس فيستيجيال، يعني فيستيجيال يعني كان صعب بينهم يعني دي جنريشن لأنه هو أصلا نون فانكشنينج، بينما الميزونيفروز بينه كوك سكرتري يونت وبينه دكت سيستم، ولهذا هو راح يشتغل يعني تيمبوراري فور ا فيري شورت بيريد اوف تايم ويصاب بالفيتال لايف. زين، فاذا عنده الاكسكريتورينت وعنده التيوبولز مالته. زين، طبعا هاي حتى يصير الفانكشن لازم اكو فد كونكشن بين الفانكشنال يونت وبين التيوبولر سيستم اللي هي ان كومبينيشن. فبدايه راح تتكون الاكسكريتوري تيوبولز بالمكان، وهذه راح يصير بايش الانجيشن الى ان تصبح حتى شكله كانه فيجر او الليتر اس. من الصيح شكله مثل حرف اس كانه تو اند ميديال اند وعندنا لاترال اند. الميديال اند مالته راح يصير نهايته تعمل نفس شيء اسمه البومان كبسول، وتدخل بداخل البومان كبسول، لان البومان كبسول مثل حرف سي راح تقعد بداخله الجلوميرولاي، اتحاد الجلوميرولس مع البومان كبسول راح يعمل لنا فشيء اسمه رينال كوربسول. هذه الرينال كوربسول اللي هي بدايه النفرون طبعا او يسموه الميديال اند اوف اس، اللي راح يستمر بعد حرف اس راح يصير راح تتكون يعني التيوبولز اللي هي كونكتد تو ذا رينال كوربسول. هاي التيوبولز نسميها البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز، اللي بروكسيمال لانه قريبه منا، وكونفوليوتد لانه كلش متعرجه. وزين، والسكند بارت لوب اوف هينل، والثيرد بارت هو الديستال كونفوليوتد تيوبولز. هذول مجموعهم راح يعملون مع رينال كوربسول يسموها النفرون او يسموها الاكسكريتوري يونت، الوحده مال الكليه اللي هي الفانكشنال يونت. هذه الفانكشنال يونت قلنا لازم كونكتد تو اذر بارت اللي هو التيوبولار سيستم، واللي نسميه الكولكتنج سيستم او كولكتنج تيوبولز. فاذا صعدنا اكسكريتوري يونت وكولكتنج يونت، لاترالي هذه اللي هي راح تتصل اللي هو نهاية الاس حرف اس راح يتصلون بمن بالميزونيفريك دكت اللي راح تكون واللي ذكرت بالصورة اللي قبلها. هسه نعيدها الصورة. زين، فتلاحظون ايه هذه الميزونيفريك دكت اللي لونها بلو وتنتهق انه يصب الكلواكا. زين، فتلاحظون هوني اللي هي مثل كان ساعدنا رايت ليفت كدني، بس بالبداية انتم تشعروا كأنه متحدين. فتلاحظون بالميديال اند اشكوا بالحرف اس جت الجلوميرولاي واتحدوا مع من دخلت بداخل البومان كبسول، فالمكان اللي راح يصعدنا البومان كبسول. فالبومان كبسول مع الجلوميرولاي ايش يعملون؟ رينال كوربسول، وبعدها تكون ايش الملحقات مال اللي هي بروكسيمال و والديستال كونفوليوتيوبيول مع منه مع اللوب اوف هينف. هذول نهايتهم ويصاب راح يجون الى الميزونيفريك دكت او يسموه الولفيان دكت، وهذه الولفيان دكت ويصاب نهايتها في الكلواكا. زين، فهذه الحكي كله عليه من على الميزونيفروز اللي هي السكند كيدني. هذه الكيدني راح تقلنا functioning for a short period of time. من تشتغل زين راح يصيب بها بعد فترة قصيرة راح تكون rudimentary، يصيب بها degeneration، يبقى منه
يبقى الثيرد كدني اللي هي راح تتكون اللي يسمونها الميثان نفرز، وسع راح نحكي عليها. بس من الملاحظات اللي هي جدا مهمه، بهذه الفتره اللي هي تقريبا بالسيكث ويك او الميدل اوف ذا سكند مانث، تتذكرون يوم حكينا على المايجريشن اوف البرايمورديال جيرم سيلز، قلنا البرايمورديال جيرم سيل تبدي باليوكساك وبعدين تجي على الدورز الميزنتري وبيم فد اميبويد موفمنت وتلقي فد شيء اسمه البريميتيف جوناد. فالبريميتيف جوناد اللي هي بالاسبوع الخامس على السادس، ايه هذه اللي هي ديب ريد ان كلر، راح تبدي تتكون بالميد لاين اوف ماكو يعني تقريبا بالميديال سايت نعتبره مال الميزونيفروس. فايه هذا الميزونيفروس؟ بالميديال اند نير ذا ميد لاين راح تتكون بريميتيف جوناد. هذه البريميتيف جوناد تعتبر اندفينيت، يعني ما معرفه، هي ما نعرفها انه هي ميل او فيميل، لازم ننتظر 6 ويكس. فال 6 ويكس اللي هي يعني 6 في 7 تطلع 42 يوم، بالي اللي هي الأربعين أو 42 يوم راح تجي إذا primordial germ cell بيها Y كروموسوم راح يكون تتحول إلى testicles، راح يصير maturation وgrowth وتتكون عندنا يسموه medullary cord. بينما إذا كانت female يعني ما موجود ال Y كروموسوم بس X كروموسوم، راح يصير راح تتحول إلى ovary، والovary راح يصير maturation باتجاه كورتيكال كورد. فإذا واي كروموسوم موجود راح يصير ميدولاري كورد، وإذا كان بس اكس كروموسوم اللي هي مال فيميل راح تكون يعني تكون اوفري، فيصير ايش الجروث على شكل ايش كورتيكال كورد، يعني الاوفري كورتيكال التستيكل ميدولاري كورد. ايه هذه الميزونيفروز من راح تروح ايش راح يبقى بمكانها؟ تبقى الجوناد وتبقى الدكت ماله الميزونيفريك دكت. الميزونيفريك دكت إذا كان هو ميل يصير راح تتحد هذه الميزونيفريك دكت مع الجوناد، وبهاي الحالة راح تتكون in the future testicle وإيجاكولاتري دكت. بس إذا كان يعني الإمبريو فيميل راح يصير ديجنريشن بالميزونيفروس والميزونيفريك دكت. هذه جزء يعني اكو شغلات تجي بالمحاضره اللي بعدها ان شاء الله، بس انا اريد هون التركيز مالتكم. فاذا الميزونيفريك ميزونيفروس راح يشتغل temporary functioning then in يعني very short period in the fetal life then، ونحن قلنا بدا بالاسبوع الرابع. بالاسبوع السادس اتكونت من عندنا الجوناد، وين مكانه؟ بالميدل نير ذا ميد لاين زين، وراح نشع هذه الاوفري كانت او التستيكل اللي تكونت بالثوراسيك اند لمبر ريجن راح يصير بها ديسنت داونورد وتروح تاخذ النورمال بوزيشن، فالتستيكل تروح تطلع على السكروتوم وتكون اوتسايد، بينما بالاوفري راح ينزل الى يعني البوزيشن ماله نير ذا يوتراين تيوب. الناحية الثانية أن الميزونيفروس راح يصير يعني ديجنريشن بينه كلا الجنسين، لكن إذا كان ميل الميزونيفريك دكت راح تبقى، إذا فيميل الميزونيفريك دكت أيضا راح يصير بيها ديجنريشن وتصير دمنتري إذا كانت فيميل أو الإمبريو فيميل. أوكي، فإذا نحن نبحث على شغلتين الميزونيفروس وكذلك الميزونيفريك دكت. الميزونيفروس بالبوث سكسز يعني ميل اند فيميل امبريون راح يصير بها ديجنريشن، لكن الدكت تبقى بالميل وتروح اذا كان الامبريون فيميل. لهذا نحن بالميدل اللي ذكرناه ما سكند مانث اللي هي بال 5th تو 6th ويك زين، راح يتكون في الشيء اللي هو الجوناد او يعني على شكل مثل ovoid organ اللي هو related to formation of testicle or ovaries. زين
طبعاً هذه تكونت في يعني الأسبوع الخامس السادس، وهي indefinite gonad، يعني هي ما بيني male or female، لكن هي ما تتبين لما يصير يعني migration of primordial germ cells، هي اللي راح تحدد إذا كان بها Y chromosome لو X chromosome. عندنا فتشغلة جدا مهمة، أنه هذه الميزونيفرس شلون راح يصير بها degeneration؟ تبدي degeneration من الكرانيال بارت، يعني التيوبيول الاكسكريتوري تيوبيول، هي قلنا اشتغلت فتره مؤقته، بس بعدها يبدي degeneration وتصير ايضا فيستيجيال من الكرانيال بارت وتورد منه الكودال بارت. فالكودال بارت بين يصير differentiation، بينما الكرانيال بارت اللي هو يصير بينه degeneration. وبنهايه الشهر الثاني يعني الايت ويكس ميزونيفرس مثل ما ذكرنا راحت. فالبريد اللي اشتغلت بها يعني very very short period of time. زين بالنسبة للدكت، نحن قلنا الميزونيفريك دكت إذا كان الامبريو ميل راح تبقى، وإذا كانت فيميل راح يصير بها أيضا دي جنريشن. بس أشني الفائدة ماله هاي الميزونيفريك دكت؟ نهايتها راح تنزل قناع الكلواكة، أوكي؟ Before entering كلواكة راح يصير فد بد هناك يسمونه يوريتريك بد. فاليوريتريك بد إذا كان ميل وفيميل الإمبريو اثنين عندهم يوريتريك بد، لكن اللي هو الكرانيال بارت مالته أو اللي فوق اليوريتريك بد إذا كان فيميل راح يصير بيها degeneration، إذا كان ميل راح يصير بيها ايش اتاتشمنت بالجوناد حتى تعمل لنا فشي اسمه فاز ديفرنس. زين فتلاحظون بهذه الصوره انه البوث اند مالتها هاي الساعه هاي الجوناد اندفينيت جوناد نعتبره، ويا الميزونيفريك دكت ونهايتها ويا سبجت الى الكلواكا. هذه الميزونيفريك دكت من هاي اللي يسموه الكرانيال بارت راح يتصل إذا كان ميل راح يتصل بيمن بالجوناد ويعملون فاز ديفرنس. إذا كانت فيميل هاي كلها راح يصير فيها ديجنريشن ما عدا الكودل بارت نير ذا كلواكا. باي المكان الميزونيفريك داكت راح يعطينا أوريجين فشيء اسمه يوريتريك بد اليوريتر، كأنه يعني فد برعم طلع اللي هو راح يطلع منه اليوريتر. هاي اليوريتر راح يعمل لنا ايش اليوريتريك باد، راح تتكون منه الميتانيفراز اللي نسميها ديفينيتيف كيدني او البيرمننت كيدني. بالحقيقه هذه مثل ما ذكرنا انه اولا السايت ماله لور لمبر والسكرال ريجن وحدي، اثنين التايم مالته بالفيفث ويك، ثيرد ثينك انه الاكسكريتوري يونت اللي هي نفس الميزونيفريك اللي صاغت نفس هذه اللي هي راح تتكون بومان كبسول مع الجلوموريولاي، لكن السايت ماله مو كانت بالثوراسيك مثل ذيك او اللمبر، هون السايت ماله بالسكرت، فتاخذ بلود فيزلز نير باي. وطبعا ايش قد ترتفع اللي هو اللور بلود فيزلز راح يصير بيها ديجنريشن ويصير regeneration بالأبر ليفل، يعني بالأخير الرينال أرتري يصير فوق، يعني مو من البلفيك ريجن يأخذون بلس سبلاي، أوكي؟ فالإكسكريتوري يونيت نفس الترتيب أنه يعني أو الوحدة اللي هي سمينا النيفرون اللي هي عبارة عن جلوموريولاي أفرنت وإفرنت أرتريول يدخلون بداخل البومان كبسول اتحاد مذولي عملونا رينال كوربسل معامي كونكتد مع البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول، بعدين لوب اوف هينل، واخيرا الديستال كونفوليوتد تيوبيول. هذه كلها يسموها الاكسكريتر يونت، تحتاج ايش كولكتنج يونت او الكولكتنج تيوبيولز، راح تتحد مع ماذا يسموه الدك سيستم. زين الدك سيستم منين راح يجي؟ الاساس ماله هو يوريتريك بد. تصور اليوريتريك بد كأنه سجارة بيستمب
زين هذا الساق واحد، بعدين اعطانا برانشز، هاي البرانشز على سبيل المثال اعطانا 4-5 برانشز، هاي البرانشز راح يصيب بها مثل السجاره، راح تقوم كل واحد يتفرع. عمليا من نجي نفشع سجاره مثلا ما توث، راح نفشع مئات المئات من التفرعات، لكن نهايته ويصل بالحصيله تجي على الساق اللي هو واحد، فكانه اليوريتر واحد. داخل الكدني اكو تفرعات كثيره مثل الشجره اللي نهايتها يعني اكو منهم نقول تصل الى مليون برانش، قد تتصورون. فهذه الدك سيستم اللي راح يتحد مع الديستال كونفوليوتد تيوبيول، فاساسه منين؟ من اليوريتريك بد. هسه راح نرجع صوره ان شاء الله. هذا الكولكتنج سيستم اللي ذكرناه انه زين، من بدا اليوريتريك بد عباره عن اوتو جروث من اي مكان نير باي التيرمينيشن مال الميزونيفريك دكت مع الكلواكا. بذيك المكان راح يصير اكو فد يعني ميزوديرم يخص منه الميتانيفريك تيشوز، فدخل اليوريتريك بد بداخله يعني صابينه مثل انفاجينيشن وذن ميتانيفريك يعني نيفروتومز اللي يعني الخلايا اللي راح تصيغ كدني ان فيوتشر او اللي راح تصيغ الاكسكريتور يونت، بحيث يعني دخوله كانه صار كب فوقه، يعني كانه اليوريتريك بد برعم وفوقه شفقه، هاي الشفقه اللي هي اللي سميها الميتانيفريك تيشوز. فالديستال اند مالته لايك ا كاب، كاب مثل قبعه. زين هذه البد يعني اليوريتريك بد ما راح يصيب بينه جروث ويصيب بينه مثل موفمنت تورد ذا كرانيال بارت، يعني ايش الكرانيال يطلع من البلبيك ريجن الى الثوراسيك او ابدومينال ريجن. فدخوله راح يعمل لي فشيء اسمه بريميتيف رينال بلفيس. نحن اول شيء اللي راح يكون بالاتصال بين اليوريتر والكيدني هو رينال بلفيس. هذا رينال بلفيس اذا نجي نطلع لي فوق يعني مثل ما حكينا على الشجره وشلون تصير التفرعات، راح تبدي فشيء اسمه ميجر كاليسز. كل ميجر كاليسز يصبون بينه 3 to 5 ماينر كاليسز. اذا نطلع الماينر كاليسز راح نرجع اكو بداخله البيراميد عشان الحب والناقوط مالته. فاللي يصير انه البيراميد الصب ويصب بالماينر كاليسز، اتحاد الماينر كاليسز تعمل ميجر كاليسز، اتحاد كل الميجر كاليسز راح تعمل رينال بلفس، وبالاخير هذه الصب بداخل منه بداخل اليوريتر. فهذه يسموها الكولكتنج سيستم، وحكينا قبل شويه على الاكسكريتوري سيستم او اللي يسموها الوحده اللي تشتغل الفانكشنال يونت. لهذا راح تلاحظون انه البد بدايته راح ينقسم الى تو برانش، وبعدين التو برانش كل واحد راح ينقسم. ولهذا اكو منهم يقول لك اذا اخذنا سب ديفيجن حتى تتكون الميجر والماينر كاز تنقسم عده انقسامات. اول ما تنقسم تصل الى مرحله ال 12 انقسام، وال 12 انقسام هذول بداخلهم ايضا راح يصير بهم سب ديفيجن. زين فتلاحظون ايه هذه الميزوني فريك دكت قلنا تجي تصب الكلواكه قبل التيرمينال اند مالتها، قلنا راح يصير عندنا فشيء اسمه يوريتريك بود. هذا اليوريتريك بود راح يجي يخترق فد يعني انترميديت ميزوديرم باللور لمبر والسيكرال ريجن يسموه الميتانيفريك بلاستيما. هذه الميتا يعني الميتانيفريك بلاستيما اساسا هي من الانترميديت ميزوديرم. زين بس ما الايما مكان ما اللور لمبر وسيكرال. من دخل هذا اليوريتريك باد صارت كانه فوقه كانه كاب يعني مثل قبعه. ايه هذا الساق راح ايش يصيبينه اليوريتريك باد؟ راح يصيبينه سب ديفيجن ومع الجروث وباتجاه الابدومينال كافيتي. ف وقلنا بداية وصل إلى رينال بلفس، بعدين عمل ميجر كاليسز، بعدين وصلت إلى الماينر كاليسز.
طبعا هاي المرحلة الماينر كاليسيس تصل تقريبا بالفيفث مانث مال يعني الفيتال لايف زين، وهذه الماينر كاليسيس ما بعدها هي راح يصير كونفيرج عليه من قلنا على الرينال بيراميد اللي ذكرناها، فيصير الديريفيتيف اوف يوريتيريك بود مثل ما ذكرنا يوريتر رينال بلفس ميجر كاليسيس ماينر كاليسيس والى ان تصل بالاخير الى الكولكتنج تيوبولز واللي عددها يصل تقريبا 1 2 3 مليون، يعني مو مثل ما ذكرنا البرانشز اشقد تكبر الشجره اشقد التفرعات اللي بعيدي وعلى شيء راح تكون، يعني بالاخير يمكن كل فرع من هذول الصغار كان صار مثلا نقول 100 فرع زين او اي، فنحن بالاخير راح تصل الى الكولكتنج تيوبولز والكولكتنج تيوبولز ايتش وان راح يكون كونكتد تو اكسكريتوري يونت يعني يتحد مع النفرون. فتلاحظون هذا اليوريتريك بود بدايه صعد ودخل على البلاستيما واللي راح تعملنا الكورتكس ميدولا اوف كيدني طبعا، فعمل الرينال بلفس والرينال بلفس بعدين قام يتفرع عمل ميجر كاليسز والميجر كاليسز قامت تتفرع عملت لنا الماينر كاليسز واخيرا الماينر كاليسز راح يتحد بالايش بالبيراميد. هاي البيراميد تلاحظون كانه شجره متفرعه من فوق زين تصل 1 إلى 3 مليون لكن تقوم تتجمع الى ان تقترب من الستامب او اللي هو الماينر كاليسز والماينر الى الميجر كاليس وكذلك الرينال بلفس. الاكسكريتوري يونت مثل ما قلنا راح اللي من البلاستيما راح تتكون اول شيء اليونت من ايش؟ من عباره عن جلوميرولاي افرنت وافرنت بلس بومان كبسول، وهذولي بعد ما تكونت هذه متصله بتيوبس، هاي التيوبولز يسموها البروكسيمال كونفوليوتد تيوبولز، بعدين تروح على لوب اوف فينول، بعدين ديستال كونفوليوتد تيوبولز. الى هون سويت النفس شيء اسمه اكسكريتوري يونت او النفرون. اتحاده بيمن بالكولكتنج تيوبولز، وقلنا كل وحده راح تتحد بواحد يعني بها زين. فما اذا جينا حكينا على الاكسكريتوري يونت انه هذه التشو كاب اللي ذكرناها اللي جاء صار incorporation and invagination لهذه البلاستيما by what we called the branches of ureteric bud زين. باقي المرحلة تكون ايش؟ نحن قلنا ال S-shaped tubules ما قلنا نفس الميزونيفروز هي عبارة عن ايش؟ ال renal vesicle او اللي هي عبارة عن إيش؟ رينال فيزيكل مثل الكرة. من يجي هذا الكاب اللي قلنا اللي هي صارت كاب around what we call the terminal part of ureteric bud. هذه الرينال فيزيكل نهايتها راح يصير بها elongation وتتحول إلى S-shape tubules اللي هي راح تعمل لنا النفرون اللي ذكرناه. زين بوجود منه بوجود الجلوميرولاي اللي راح يصير ان البروكسيمال اند اوف نيفرون قلنا تتكون البومان كبسول، وهاي البومان كبسول مع الجلوميرولاي راح يتحدون ونسميها رينال كوربسل. فاذا نحن جينا على البلاستيما انه الماده مال الامبريو يعني انترميديت ميزوديرم واللي هي تصبح على شكل يعني مثل الكتلة زين يعني مثل group of cells اللي هي تقع بالterminal end مال اليوريتيريك بد عملت الفيزيكال، وهاي الفيزيكال بيصيب بيها maturation and further development تتحول إلى S-shape tubule، وهذا S-shape هو راح يصير من يدخل بداخله الجلوميرولاي راح تتحول الميديال end مالته الى بومان كبسول، ومع الجلوميريا سمينا رينال كوربسول، والديستال اند راح ايش يصير او اللاترال اند راح يصير
ماتوريشن فاس بروكسيمال كونفوليوتيوبيول بعدين لوبر فينول بعدين ديستال كونفوليوتد تيوبيولز. زين ونهايه قلنا اضوء على الكولكتنج يونت اللي هي من النهايه مال يعني الترمينال اند اوف كولكتنج سيستم. تلاحظون هذه المكان اللي هو يلو ان كلر اساسها هي من اليوريتريك بد جد على البلاستيما اللي هي يعني ميزوديرمال لاير من الميتانيفريك تيشوز اللي موجودي داخل السيكرال ريجن واللور لامبر ريجن. لما جاء يعني عصير جروث باليوريتريك بد وعصير بينو برانشينج فايش صار؟ كل وحدي عملت مثل رياكشن حوله فتكونت ايش؟ ميتانيفريك تيشو كاب. هاي الكاب راح بالاخير من يصيب بيها انفاجينيشن ايش يعني؟ يعني راح يصير جروث ويصير ماتوريشن واللي يصير ما يلي انه ايه هاي البلوش ان كلر لو تلاحظون راح تتحول الى الدكت سيستم اللي نهايته البروكس يعني الميديال اند بومان كبسول ومن تدخل بداخلها الجلوميرولا راح يصيب يعني الرينال كوربس. فالرينال كوربس اللي تلاحظون البلوش ان كلر كان بدايه كاب لاحظوا البلوش ان كلر شلون صار بينا ماتوريشن وتكون بالميديال اند رينال كوربسل زين ومع البروكسيمال كونفوليوتيبيول بعدين لوبافينال بعدين ديستال كونفوليوتيد تيوبيول. ايه هذه البلوش ان كلر سميناها الاكسكريتور يونت مع ما راح تتحد مع الكولكتنج يونت اللي هي عباره عن مكان بس ترجع يعني يعني مثل الدرينج بس حتى تصريف السكريشن. زين فلهذا انتم لو تلاحظون بين الفرق بين الاي فيجر مع الاف فيجر هوني فول ماتشور هوني كانت بس عباره عن ميتانيفريك كونكتيف تيشو. الشغله الاخرى اللي هي جدا مهمه انه كونتينوس لينثينج اوف اكسكريتوري تيوبيول اللي ذكرناها حسب بروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول لوب اوف فينال اند ديستال كونفوليوتد تيوبيول. لهذا الكدني راح كأنه تو سورس. الفيرست سورس اللي هي الميتانيفريك لاستيما اللي راح تعمل طبعا بالمناسبه هم البوث يعني اليوتريك بود والميتانيفريك هذولي اللي راح يعملون تو سورسز اوف كدني اثنين من الانترميديت ميزوديرم بس الليفل مالتهم قلنا اختلف. مثلا اذا جينا نحن على الميتانيفريك تيشو قلنا الليفل مالته ويصاب اللور لامبر والساكرال صح؟ اما اليوريتريك بد الاساس مالته مين؟ الاساس جاء من الميزونيفروس. التيرمينال اند مال ميزونيفريك دكت قبل ما تدخل الكلواكة عملت لنا يوريتريك بد. فاليوريتريك بد صار مسؤول عن الكولكتنج سيستم بينما الاكسكريتوري يونت جتنا من اللي هو الميتانيفريك بلاستيما اللي ذكرناها لونه بلوش ان كلر وهذه لونه يلوش ان كلر. زين من نجي على النفرون. النفرون يعني اهم شيء اللي لازم تعرفونه انه توتالي بيلد وذين ذيس بيريد اوف لايف او نمبر مالهم فيكس يعني حوالي 1 مليون. هاي ال 1 مليون يصيب بيها further maturation بس ما يصيب بيها increase in number. فالنمبر مالته ثابت تقريبا 1 مليون واي maturation اي further growth doesn't mean an increase in number of nephron. وتلاحظون بال يعني تقريبا شهرين ونص عمر البيبي راح تكون يعني fully differentiate وراح تكون بها تبدي الفانكشن مال الكدني. الملاحظة الأخرى أنه الكدني إذا أخذناه فد يعني فد section من هذول اللي stillbirth يسموه اللي يجي ميت زين راح نلاحظ أنه الكدني مالهم أكو منهم yellow ovulation يعني كأنه مفصصة. هذه ال 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 ال
lobulated kidney with further growth مال يعني نقول infant لست أشهر إلى سنة هي تقوم تتحول إلى مثل تتحول من lobulated إلى uniform shape يعني شكل نظامي أنتم أكيد كنتم شفتمها يعني مثل السموث سيرفس مو كأنه lobulated زين ومثل ما ذكرنا أنه يعني صيبية growth وتكبر لكن ما يزيد النمبر مال النفرون العدد يبقى لكن ايش يصيب بيها بس مثل يعني يعني مثل الماتشور او جروث او نقول هايبرتروفيك تشينجز بيها بالتحديد زين الكدني مثل ما حكينا انه بداية هي بدت بالساكرال ريجن وبعدها تتحول الى يعني shift toward the abdominal cavity اللي هي normal position مالتها هنوكا زين الكدني يعني مثل ما ذكرنا انه الاسنت مالتها اللي هي الصعود مالتها سببه يعني هي ايش صعدت اولا الجروث مال بودي باللمبر وساكرال ريجن زين وبنفس الوقت diminution of body curvature يعني كأنه بالبداية مثل حرف سي الإمبريو يفتح يعني يتحول إلى مثل يعني إيش نقول إريكت بوزيشن بمكان ما سي شيب زين ولهذا والدايركشن أيضا يعني ليش أكد لأنه أكو فدي اسمه يوريتريك باد عصيبين وغروث بالبلفس أكو شغلة أيضا مهمة أنه من تكونت بالبلبيك ريجين كانت تأخذ blood supply من nearby vessels من صابية ascent يعني بدت تصعد زين قامت تأخذ من الابدومينال يعني level اللي يعني إيش نقول بدأ يتكون الرينال artery فالرينال artery ما أساسه كان بالpelvic region وإنما هو مكانه ثابتة فهي وصلت يمه قامت تأخذ blood supply من nearby vessels فلهذا بداية كانت تأخذ الكدني بلس سبلاي منين؟ من البلبيك ريجن فهذول يصيب بهم يعني ايش قد تبتعد يصيب بهم تكون ريدمنتري عن ديس ديجنريشن اوف ذيس فيزلز واللي راح يبقى هي فقط الابدومينال فيزلز فماكو بعد فيزلز من البلبيك ريجن فتلاحظون هوني بداية كان عندنا الميزونيفروز وقلنا تكونت يم الميدلاين هي الجوناد والميزونيفروز ذكرنا بينه ميزونيفريك دكت والاند مالتها الى الكلواكا اوكي بدا الديجنريشن بالميزونيفروز وبدا الديجنريشن بالميزونيفريك دكت الميزونيفريك دكت التيرمينال اند مالتها التيرمينال اند مالتها ايش راح يصير يصير أكو فد outer growth اللي هي سميناه يوريتريك بد يوريتريك بد بالاثنين بالميل وفيميل إمبريو راح يتكون يعني ماكو مثلا بس بالميل أو بالفيميل لكن اللي شال اللي راح نقول هذه طبعا يسموها الكودل part of mesonephric duct فإذا الكودل part of mesonephric duct راح تعمل لنا يوريتريك بد وهذا for both sexes. أما الكرينيال بارت الميزونيفريك دكت هذه إذا كان ميل راح تبقى وتعمل فاز ديفرنس راح يصير بيها كونكشن مع الجوناد لكن إذا كانت فيميل الإمبريو هاي أيضا يصير بيها ديجنريشن فإذا نحن يعني الحكي كله الكودل تبقى in both sexes. أما الكرينيال بارت فتبقى بس بالميل وتصير disappear and degeneration بالفيميل تلاحظون هذه اللي هي الميتانيفريك تيشوز اللي هي part من intermediate mesoderm صار بيها ايش a growth of ureteric bud دخل عليها الureteric bud صارت مثل الكاب فقط صار بيها growth قامت تبدي الإليفيشن مع الإليفيشن عيصيب بي اليوريتيريك باد سب ديفيجن فتكون عندنا بداية رينال بلفس وبعدين الرينال بلفس صابينه برانشز
عملي ميجر كاليسز وبعدين الميجر كاليسز تلاحظون تبدي تكون الماينر كاليسز. وقت ما هي عاد تصعد زين الكدني الجوناد وكذلك الميزونفريك دكت ايش عايصيبهم؟ عايصيبهم ديسنت. فهوني اسنت هوني ديسنت زين. الاند مالته هذه اليوريتريك بد بدايه هي كانت بارت اوف ميزونفريك دكت with time with further growth and maturation راح يصير مثل absorption للمكان اللي هي بالبلدر فيصير separation بين الميزونيفريك دكت وبين اليوريتريك بد فاليوريتريك بد راح يصير الاند مالته داخل يورينري بلدر بينما الميزونيفريك دكت راح تاخذ وضعيه descend downward يعني الليفل مالته داونورد هاي المكان راح يصير هوني البروستيت فاسع راح شوي بعد شوي ايضا نحكي عليها فالميزونيفريك داكت راح يصير سيباريشن بينه وبين اليوريتريك بد اليوريتر راح يبقى على اليورينري بلادر بينما الميزونيفريك داكت راح تروح الى البروستيت يعني الليفل ماله lower level than the urinary bladder اللي هي على البروستيت. الفانكشن مال كيدني لازم تعرفون شغله انه هي يعني البيبي ياخذ يعني كيدني فانكشنينج بالتروفيت اللي هي 3 مانث زين فبال 3 مانث انه الايج مال الامبريو هو فانكشن لكن مو فانكشن مثل ما انتم تتصورون لان هذا التايم هو نفسه يعني الماتوريشن اوف البلاسنتا يعني صارت البلاسنتا البلاسنتا ريسبونسبل فور اكسكريشن اوف ويست برودكت بينما كرايل فلود فاذا المام يعني كان البيبي ماله يعني الجروث ماله لكن اوكي راح يصير بي سوالوينج للامنيوتيك فلويد ف وبعدين يصير اكسكريشن ثرو عن طريق الكيدنيز مالته فلهذا اذا نعمل التراساوند راح نمشي على امنيوتيك فلويد مالته نورمال ليفل اذا كان عنده مشكله هذا الجنين مشكله عن طريق ماكو سوالوينج نتيجه مثلا اسوفاجيال اتريزيا او شيء راح يرجع الفلويد ويصير يبقى يعني اراوند ذا بيبي فيصير عند الام بوليهايدرامنيا اما اذا بلعوا وكان عنده رينال اجينيسيس هذا الامبريو او الفيتس ما راح يطلع الفلويد لانه ما راح يصير مكتشفشن فيصير عند الام اوليغوهايدرامنيا فاذا نحن من نعمل تشيكينج او يعني بالنسبه للامنيوتيك فلويد يعني the amount of amniotic fluid give a clue about the whether there is or there are يعني congenital anomaly or not. فإذا كان عند oligohydramnia الأم معناته renal agenesis معظم الأحيان. أما إذا كان عنده polyhydramnia فهو one of the of this reason اللي هو عنده congenital abnormality GIT tract. يعني فشيء prevent swallowing of amniotic fluid. مثل ما ذكرنا أنه هذا الفلويد هو ستيرايل وراح يكون ميكس with amniotic fluid لأن حقيقة الامنيوتيك فلويد أصله هو من الامنيوبلاست secreted by amnioblast زين لكن راح يبقى استمراريته عن طريق إيش عن طريق secretion was following وبنفس الوقت فد شيء ينضاف علينا أنه the production from to outside the baby عن طريق الاكسكريتوري سيستم او الكيدني سيستم واي مثل ما ذكرنا انه الفيتال لايف يعني عنده كيدني وفانكشنينج لكنه نوت ريسبونسبل فور اكسكريشن اوف ويست برودكت اللي يشتغل هو البلاسينتا عندنا فشيء اخر اللي هو ذكرنا اخذنا اليوريتر واخذنا الكيدني والكيدني عندنا كولكتنج سيستم وعندنا اكسكريتوري سيستم ومثل ما ذكرنا الاكسكريتوري من الانترميديت بارت اما الكولكتنج عن طريق اليوريتريك بد
الثيرد بارت اللي هو يورينري بلادر، واحنا ذكرنا اليورينري بلادر هي الكلواكا اللي هي التيرمينال او كودال بارت اوف جي اي تي تراك. طبعا الكلواكا عباره عن يعني اندوديرمال كافيتي، زين اندوديرم زين كافيتي، جافت شيء اسمه يورو ريكتال سبتم، هذا عبارة عن ميزودير موجود بالبلفيك ريجن، صار بينه إلونجيشن داونورد، فعمل كأنه سب ديفايد ذا كلواكا انتو تو بارت، الانتيرير بارت راح يصير عندنا يورينري بلادر، والبوستيرير بارت راح يتكون عندنا انوريكتال كانال. نهايته اللي هو طخ السكن راح نسميه البرينيال بادي. فإذا هذا اليورينريكتال سبتم كأنه بلين قسم من الكلواكا انتو تو بارت، انتيرير بارت يورينري بلادر، بوستيرير بارت ان الكنال وركتم. بالسكن موجود فشيء نحن علامه او لاند مارك هي البرينيال بودي. نجي على هاي البلادر اللي هي اندوديرم، بينما حكينا على اليوريتر وحكينا على الكدني من الانترميديت ميزوديرم، هوني من الاندوديرم. ومثل ما ذكرنا اليورينريكتال سبتم وشلون صار والبرينيال بادي. اذا نجي نلاحظ ايه هذه هي الكلواكا كانت، وجاء هذا السبتم وقسمه للهايند جت ايوني راح يصير انوريكتال كانال، ومن هون يبقى المكان هو اليورينري او يوروجينيتال ساينس. هاي اليوروجينيتال ساينس تلاحظون بالكرينيال بارت مالته connected to ايش؟ الانتويز. فالالنتويز هي جزء ايضا من اليوكساك اللي ما يصير بهم ايش وقت ما صار فولدينج بالامبريون، ما صار بينه انفاجينيشن، كله بقى اوتسايد بيبي. هذه تلاحظون الالنتويز بالاخير طبعا تتحول الى فشيء اسمه ميديان امبلايكال ليجمنت. فالبيبي ايش عنده؟ عنده وان كلواكا وان الينتويز، مو مثل ذولي تو يوريترز تو ميزونيفريك داكت، مفهوم زين. فاذا جينا على اليوروجينيتال ساينس اللي هو صار البارتيشننج مالته عن طريق اليورو ريكتال سيستم، يعطينا 3 بارتس، فأنه هذولي من الإندوديرم راح تتكون عندي تشتغل largest part ومكان أوكرانيالي يسموه إيش؟ urinary bladder. second part راح يتكون عندي the prostatic and membranous urethra. والthird part اللي هو كل small يعتبروا يسموه الفالك، وهذا الفالك يعني حقيقة هو يعني يوني يعني يختلف حسب إذا كان يعني الفيتس بيبي ميل أور فيميل، ها؟ فلهذا نحن الأبر واللارجست بارت أوف ذي اللي هو اليوروجينيتال ساينس هو اليورينري بلادر، وهاي اليورينري بلادر قلنا متحدة عن طريق ليش الألنتويز بالكرينيال بارت مالتها، وبعدين هذه تتحول إلى ايش اللي هي بالابكس مال يورينري بلادر. بالادلت راح يصير بيها رودمنتري ولوس اوف يعني اللي هو اللي يعني مالتها مثل ما تقول كانت مفتوحه، زين تتحول الى ايش ليجامنت يعني مثل اتريز زين. هاي الاتريتيك تتحول الى ليجامنت، فالليجامنت يسمونه ميديان امبلايكال ليجامنت. السكند بارت اللي هو يعتبر نارو بارت مال يوروجينيتال ساينس اللي هو راح يكون للبروستاتيك اند ميمبرينس بارت اوف يوريثرا، واخيرا هو انه اللاست بارت اللي هو الفاليك، ويعتمد على ايش؟ على السكس، يعني اذا كان ميل يختلف عن الفيميل اللي هو راح يتكون البنس. زين تلاحظونها نفسها هي الصوره معاده، فهاي اللي هي المكان الفالس بارت، فبالفيميل يختلف عن الميل لانه يعني
النوكه راح تتكون عندنا الفاجينا وال يعني جلايتوريز والليبيا ميجورا وماينورا وهكذا. زين مثل ما ذكرنا انه during differentiation of كل واحد من الكودال portion of the mesonephric duct راح يصير بي absorption, ومثل ما ذكرنا انه mesonephric duct راح تنزل وتعملنا بعدين ايش من تتحد اذا كان تست راح تعمل ejaculatory duct action vas deferens يصير بينو dilatation تعمل seminal vesicle seminal vesicle مع vas deferens يتحد duct واللي راح تروح الى البروستات زين وتدخل separately بال يعني بالبروستات بينما اليوريتيريك باد راح تبقى بالبلادر. هل اليوريتيريك باد واحد رايت سايد والاخ ليفت سايد؟ الاوريجن مال يعني totally different tissue من الاندوديرم اللي هو يعمل كل البلادر, فصير المكان مثل اشون يعني اليورينري بلادر بيها مكان اللي يسموه ترايجون اللي هي امبريولوجيكال ديفلوبمنت توتالي ديفرنت من الاندوديرم, هي اصلا من ايش؟ من الميزوديرم. فهاي الترايجون حتى صبيه سي لانه دائما صبيه ميتابليزيا اند ديسبليزيا يعني صبيه تشنجز بالتشو. زين بالنسبه للايجاكيولاتري داكت اللي ذكرناه هي عباره عن فاز ديفرنس راح نحكي عنه ان شاء الله بالمحاضره التاليه اللي بعد يعني اللي هو الجونادل او الجينيتال سيستم. فالايجاكيولاتري داكت هي عباره عن فاز ديفرنس متصله من جهه بالتستيكل ومن جهه ثانيه تجي الصبيه دايليتيشن تعمل لي مثل البد. هذا البد راح يتكون ايش؟ يتكون السيمينال فيزيكال مع الدكت مالته. اتحاد السيمينال فيزيكال هي والدكت ماله مع الفاز ديفرنس راح يعملون فشيء اسمه ايجاكيولاتري دكت, والايجاكيولاتري دكت تروح الى البروستيت يعني ما تدخل داخل اليورينري بلادر. بالنسبه للمسافه اللي تكونت بين بين تو اوبننج او الفينسترا اوف يوريترز تكون مثل التراينجولر شيب فيسموها الترايجون بال اوف ذا بلادر, وهاي الترايجون هي كانه الكونتينيويشن مال الميزودير مال اليوريتريك بد وحدي مع الرايت مع الليفت سايد, فتتكون مكان مثلثه اوريجن ماله مو من الاندوديرم ولكن الاوريجن ماله هي من الانترميديت ميزودير. ومثل ما تلاحظون هون اليوريتر دخل بالبلادر بينما الفاز ديفرنس جاء صابينو دايليتيشن عمل سيمينال فيزيكال سيمينال فيزيكال مع الدكت مالته مع الفاز ديفرنس عملوا لنا ايجاكيولاتري دكت. فهي المكان الساعه راح تكون يعني دكتوس ديفرنس مع سيمينال فيزيكال مع الدكت مال سيمينال فيزيكال كلهم اتحدوا عملوا لنا يعني الايجاكيولاتري دكت. الايجاكيولاتري دكت راح تجي على الويصب الى المكان اللي نير ذا نيك اوف ذا بلادر فراح تتحد بالبروستاتيك جلاند, ولهذا الاوبننج مال ايجاكيولاتري دكت هي ما مثل الاوبننج مال يوريتيريك بد. مفهوم عيني؟ ف تلاحظون هاي المكان اللي ذكرناه الترايجون انه هذه اللي هي البلوش الميزونيفريك دكت, وكان بدايته مثل ما ذكرنا اليوريتريك بد بعد ما صار ماتوريشن وجروث وابورد. لاحظوا اليوريتريك بد راح يبقى الليفل ماله هاير ليفل, وبين التو اوبننج هي مثل تراينجلر شيب سميناها الترايجون. زين وبعدها السي سيباريشن لا الميزونيفريك دكت اللي راح تكون للفاز ديفرنس بدايه كانه الاوبننج مقاربه او نير باي بعدين يصير ديسند داونورد. زين فتلاحظون الميزونيفريك دكت تستمر بالنزول الى ان تصب بالاخير ويصب بالبروستيت. زين ها هي الفاز ديفرنس. طبعا يوم بالمكان راح يصير يعني انذر باد بيها فتعملنا السيمينال فيزيكال. السيمينال فيزيكال هي والدكت ماله مع الفاز ديفرنس راح يعملون ايجاكيولاتري دكت. الايجاكيولاتري دكت ويصل الاند مالته قلنا بالبروستات. انتهت المحاضره, وان شاء الله المحاضره اللي بعدها راح نعطي الجينيتال
سيستم. عندكم سؤال شباب؟ عندكم سؤال شباب؟ لا دكتور ما عندنا. هذه إذا يعني عندكم أسئلة أنا حاضر، هي لازم تقروها حتى إيش نقول يعني، خاصة المصطلحات نحن قلنا كثير كلمات تجي تنعاد عليكم إن شاء الله بالأناتومي، بس أنتم لأن بعد ما أخذتم البلفس ولا يمكن حتى الأبدومن توتكم عاد تأخذوا هسه. المهم نحن يعني أكو طالب كان متبرع على أساس يعني على مود نعملكم فد تيبلز أو دايجرام. حقيقة أنا يعني ما يصير يعني بس على الكلام مالتي، لازم يعني أنا من أقعد أكتب زين، وبنفس الوقت يصير عنده يعني الباك جراوند، مو مثل ما بس يقرأ وإنما هو راح يفشع الفكرة عشان تتشكل. ويعني إن شاء الله الأسئلة راح تتعرفون عنا عن طريق الكويز. نحن قلنا فائدة الكويز إن شاء الله الاثنين القادم كل الطلاب زين، كل الطلاب ماكو يعني جروب أي وجروب بي، كل راح تمتحن، راح تجي أسئلة لأنه يعني لازم يساعدكم فكرة عشان تقرون. واللي قرأ مثل يوم اللي حطيت لكم الكيورد يعني كثير شغلات راح تكون سهلة علينا إن شاء الله زين. فاللي أريده أن الكويز هو بس يعطيك فكرة عن امتحان أخير السنة زين. بنفس الوقت هسا أنتم بداية يعني راح تقرون المحاضرات إلى مادة الكويز إلى هاي المحاضرة، هاي المحاضرة داخلها بالكويز. الكويز بس مع المحاضرات بعد نص السنة، بس الأورال كله اللي أريد يعني يعني هاي الموضوع بس. لحظات السلام شباب. فاللي يريد يعني أخاف يقولون مثلا الكويز هو صار درجة الأورال، أنا أريد تقرون مليح لأنه أنتم تعرفون الدولة يومية براي، فالأورال صعبي يعني أنا أشع عليكم صعبي يعني كثير من الطلاب ما يدرس يومي زين. أنا يعني بوقت اخترعت لكم مسألة الريبورت ما يعني ما جت عدلي ما أعرف يعني من كثر ما حكيتم لغوة مسألة الريبورت. عموما أريد يعني تدرسون المحاضرات إلى اليوم اللي هي 6 lectures، هاي 6 محاضرات راح تجيكم MCQ. لا تقرون محاضرة بلا صورة زين، لا تقرون محاضرة زين بدون صور. يعني أنا بعض مرات كوي أجيب صور وأخلي يعني جزء مثل يعني على سبيل المثال هاي ريتريك بود أقل لكم هاي أي زين، أو أحط عليها فد مارك وأرجع أقل لك هاي إيش اسمه مثلا. عدة سبوتات أنت لازم تختار السبوت اللي هو اسم هاي المكان. فيعني أنا أعتبره التعليم مثل ما الابتدائية يعني، يعني أنت المفروض تكتبه، بينما هون أنت راح تعمل سيلكشن على الموضوع من وين، من خلال الأسئلة مال MCQ مثلا. فرجاء رجاء شدوا حيلكم، الأسئلة إن شاء الله جدا بسيطة، بس اللي أريده منكم شدون حيلكم حتى أخاف يقولون اللغة الأورال وأنت يمكن أختم بالكويز درجة مليحة زين، فهاي شيلكم يعني أنتم الأورال 8 درجات، الكويز وما راح أقول واحد راح أجيب لكم مثلا 10 أسئلة نفس نظام نص السنة
نعتبره كأنه كويزين، أوكي؟ لأنه المحاضرات كلها هي الستي، زين؟ فإذا كويزين يبقى مسألة الحضور. الحضور يعني دكتور وليد يحكي مع العمادة، لأنه يعني أكثر الطلاب ما يجون. اليوم أنتم ثلث المرحلة عتفوت محاضرة، ويعني أنا بالنسبة لي ما أدور يعني على الغياب، لكن هي مغادوا الغياب وعطوني استمارات، وأنا عاد أخذها من السكرين شوت، وعلى الواسع تأخذها حارث أنت أو أي أحد من الشباب. صار دكتور وابعث لي. أنا يعني إذا قالوا لي ما نغيد الحضور والغياب، والله العظيم ما لي علاقة بها، زين؟ بس هذاك اليوم حتى حارس سمعه للحكي، هي قداوي يجرح ويداوي، يعملون نفس بالرسميات ماكو مثلهم، ويجون يزتوه بغاس التدريسي، زين؟ حتى في سبيل يطلعون أوادم الملح. أنا بالنسبة لي يلغون الحضور ويلغون الغيابات ويلغون كل شيء، أنا بالنسبة لي لا يجون يلزقها يحط له درجة. اللي يحضر يحضر نفسه، زين؟ هاليوم لين يجي نحن بالمنطق طالب عي يحضر إيش؟ الإلكتروني. يعني هو إذا سمعه ألايف مني، وإذا سمعه بعد ساعتين، وإيش الفرق؟ ماكو فرق، المحاضرة سجلت، تمام؟ فأنا بالنسبة لي والله العظيم ما أدوع الحضور مالتكم، اللي حضر حضر وما حضر. وقلت لكم اللي عنده سؤال يراسلني إما على الخاص بالتليجرام أو بالأيام اللي أنتم ترتأوه، مثل ما كنا يوم السبت تعملون ديسكشن الكل حتى مثل ما يقول عنده أسئلة، زين؟ واللي يريد يستفاد أنا وسأنا. فهاي يمكن، بس مسألة الأورال لحد الآن ما قرروها، ولو المدة يعني صارت كلش يعني ليمتد، زين؟ فأنا بالنسبة لي أخاف يقولون الأورال هم صار إلكتروني، حتى ألقي لكم طريقة في سبيل أساعدكم بالدرجة من الأخير، زين؟ والله يسهل لكم دكتور؟ نعم. ما بلغوا مثل الأورال؟ لا، بس هي يعني مو بس مادتي أورال، كل الدنيا أورال. يعني اناتومي عندك اورال، هيستولوجي اورال، فيسيولوجي اورال، يعني كثيره. دكتور المشكله هسه احنا ناخذ محاضرات كثيره، حتى يعني يوم السبت انضاف وصاعدنا اضافيات، يعني وخلال هاي المده احسن اورال. يعني هو انا عاد اقول لك اخاف يقول لك الاورال اعملوا امتحان، اتفهمني؟ امتحان مثل الام سي كيو، تفتهمني؟ معك دكتور. ايه، فانا ما عندي مشكله بالاورال، بس الاورال ما تفضي بيوم الاورال. انا بالنسبه لي راح اتصل بيكم واحد واحد مثلا، او دي يجيني بالقسم. يعني انا ممكن بكل يوم امتحن 30 40 واحد، بس ينقعد لي 10 ايام، زين؟ الطالب هو عنده يوم كل اسبوعين يداوم، وين دي يجيني بالاورال؟ ليش عاد أقول لك أخاف عند الجماعة كل يوم تستجد عندهم شغلات، أخاف يجي يقول اعملوا الامتحان يعني مثل هذا مال الكويز، زين؟ أتفتهمني؟ والتصليح الإلكتروني نحن من هوني الكويز هو تيست لك بسيط، بنفس الوقت يعطيك فكرة عن امتحان آخر السنة. إذا قالوا الأورال عمل مثل الكويز، وعمل لكم امتحان معاد نفس الكويز، وبس المهم الدرجة من ثميني. هسه أنت معي؟ معي وفاكرة. إيه، فأنا الغياب راح يعني بالمنطق اللي حضر هسه واللي راح يحضر مع نفسه بعد ساعتين، جت المحاضرة مسجلة، وين المشكلة؟ ماكو أي مشكلة، بس هم يدوون غياب. هاليوم حتى دكتور وليد تفاهمنا بالتليفون، قال اصلا ما حد هياخذ العي، ليه جابوا لك الاستمارات؟ وهو البيحة كان معي وجابوا الاستمارات، قال نحن نريد الحضور او التسجيل، زين؟ فانتوا خلوا نفسكم مكاني، انا واحد يجي يريد مني حضور، وهو اصلا الطالب هيحضر الكتروني،
واذا حضرها مباشر واذا حضرها للمحاضره جته مسجله، وين المشكله؟ ماكو اي مشكله. احنا بوقتنا انا خلصت الطبيه ما اعرف ايش نشي حضور، لان احنا كنا يعني عددنا فوق ال 250، اذا الاستاذ يمسك ورقه الحضور يقرا اسماء راحت المحاضره. وكان اكو ابواب خلف اللي يريد يطلع من المحاضره يطلع، بس لا يعني ينزل من جوا مثل ما يقول الباب القاعه اللي هو جوا يدخل منه الاستاذ، البابين الخلف يطلعون منهم الطلاب حتى لا مثل ما يقول يعملون شوشره من يطلعون او طالب يدحق عليهم. اوكي، فما كان عندنا حضور 6 سنين، ما كنا شفت حضور. عشاء هسه بعد ما خرب التعليم عيدون حضور، يعني ما عبقت يعني يقول لك هذا كل شيء يروح بالصبر. يعني نحن ما عرف هي هاي الشغلات مثل ما يقول الظاهريه هي اللي راح تبين ان الطالب هو متابع، وهاي لا والله ما عرف. زين، فلكل شيء اكو حل، بلكي ان شاء الله يلغوا لكم ما الحضور حتى اعطيكم على الحضور فول مارك. واذا الكويزات اللي جاب الطالب درجه ايضا مليحه حتى الحضور والكويز من 7 درجات، اذا حصلوا كل واحد 5 6 أو 7 من 7 اوكي. يبقى ايش؟ الاورال. الاورال هم راح نحكي بها، لانه على كلام دكتور وليد لانه ما اكو وقت مال كل طالب تمتحن اورال، والاورال المفروض يجيني يصب بالغرفه عندي يجي يمتحن. زين، انت مع الداومون يوم كل اسبوعين، تمام، نحولها الى الكتروني. زين، اي انا ما اعرف اشكالكم، هسه يجيني طالب يمتحن بمكان واحد، خوش كلام؟ اي تمام. انتوا عندكم اكيد، لو ما عندكم عندكم اغاتل هاي تعلمني بالطالب. انا كنت طالب، الطالب يريد درجه يستموت على الدرجه، 100,000 طريقه عنده في سبيل يحصل الدرجه، تمام لو لا؟ ف انا بالنسبه لي مال دي جي دي يمتحن اورال ويقعد واحد بمكان واحد او بنت بمكان بنت، عبرنا له المرحله. يمكن نعمل امتحان يعني مثل انا ما نص السنه مثل الكويز اللي هسه عم نحكي عليه، يعني على الاقل انه كل طالب راح يلتهي بنفسه ما يقعد يعني يجاوب عن غيره. وكل هذه يعني يردوا لي جوابه لحد الخميس، وانا راح ابلغكم ان شاء الله. زين دكتور، اخير شيء تقول على مساله الريبورت؟ نعم، أصام إنه يعني ينلغي ما ينلغي؟ أنت ملغيتم وما أنا، ما قلت لا حبيبي لا، من كثر ما الطلاب راحوا على العمادة. زين، العمادة قالت تعليمات الوزارة أورال بدل الريبورت. أنا بالنسبة لي والله كطلاب أبدعوا بالريبورت على بساطة الموضوع، لكن نتعلم عشان يدرس وعشان زين. يعني انت من تحول المواضيع الى واقع عملي، يعني غدا تدرس انت بالميديسن هارت فيلير، اذا الهارت فيلير تعمل البرزنتيشن عندك على بيشنت مثلا انفانت عنده هارت فيلير نتيجه عنده فالف ديزيز او نتيجه عنده فد يعني في اس دي يسموه فنتريكولار سيبتال ديفكت، زين، او عنده فد فيستولا بين الارتريز مثل دكتس ارتريوسس مفتوحه. من تجي انت البرزنتيشن مال هارت فيلير بالانفانت شكل وبالتودلر شكل وبالفيري اولد ايج، واحد عنده اسكيميك هارت فيلير اللي هو نتيجه مايوكارديال انفاكشن يعني جلطه، او نتيجه يعني انستابل انجينا يعني مثل ذبحه صدريه غير مستقره، هذا البرزنتيشن هارت فيلير وهذا هارت، لكن الايتيولوجي ماله اسبابه تختلف. فانتم اذا تعلمتم نظام الريبورت راح تدرس ما راح تنسى، لانه انت من راح تفوت على الطوارئ او على المستشفى راح تشع كل كيس البرزنتيشن ماله يا تمام هي هارت فيلير، بس البرزنتيشن الايتيولوجي تختلف عن الاخرى. عاد تفهموني؟ فانت لما تجي تكتب ريبورت على المنسترول سايكل، يعني انا راح اتحيط بالتايبس اوف منسترول سايكل، ايشني البروبلمز اسوشيتد وذ منسترول سايكل. وحده تجي تكتب
ريبورت على الانفيرتيليتي. الانفيرتيليتي اسبابها كثيره، اذا اخذنا نحن انفيرتيليتي نتيجه الميل انفيرتيليتي او يسموها الاستريليتي، راح نجي اذا عنده الفاريكوزيتيز اللي هو الدوالم الخصيه، او ناخذ مثلا عنده بالتستيكولر بروبلم نتيجه مثلا واحد كان عنده مامز يعني نكاف من كان صغير وصار مثل الفايبروسيس بالتستيكلز، او نتيجه تروما واحد كان ضغب وصار عنده فايبروسيس. هاي كلها تعمل ايش؟ ريديوس يعني سيمن، يعني الاكونت مال السيمن من نعمل سيمنال اناليسيس، او نتيجه انفكشن، او نتيجه مثلا عندك الفيسكوسيتي مال اللي هو الليكوفيكيشن تايم مال. فانت هوني من تيجي تقراها نهاية بعد ما تنسى الميل ستيريليتي، يجي طالب الله قال لا انا عاد اشتغل على الفيميل، عمل فحص الهرمونز واخذ الهرمونز من جهه وعمل اللي هو يعني ريبيتيتيف او يعني 3 4 تايمز يعني الترا ساوند دينوشيا مثلا الجروث مال الاوفا البروباجيشن مال هل النمو مال اوكي عيصيب اوفيليشن لو ما عيصيب. لما انا اخذ الهرمونز مع هذه راح تبين الشغلات ليش المره ما عيصيب ايش يعني فيرتلايزيشن. بعدين اكو ناس قال احنا عن نعمل تشيكينج هاي ما النساء ما هي نفس المرة لان التايم ما يكفي، اجيب مثلا 20 مرة بالالتراساند، وحدي ما بريجنانت اتشيكنا بالالتراساند، انا عاشني فائدة الالتراساند غير الشعبية السكرينينج تيست اوكي، وحدي ما كانت بريجنانت اتشيكته، وحدي بريجنانت بداية البريجنانسي اشيك بالفيرست ترايمستر اشيك بالسكند ترايمستر اشيك. هسه ما قبل شوي حكينا على منيوتيك فلويد، اكو لغ يشيك الكونجنيتال انومالي، اكو التراساوند يشيك الفيتال هارت والموفمنت، ايمتى تبدي، ايمتى نحن نستخدم الباي بارايتال دايمتر، ايمتى نستخدم الكراون هيل، ايمتى نستخدم الكراون رامب اللينكث مال البيبي، وهذا اللينكث ايش فائدته؟ لان كل 1 ويك يعادل 1 سنتيمتر مثلا وهكذا. فإذا نحن جينا قرينا من تيجي تقرأ الالتراساوند حتى لو ما تفشع العلاج راح تفشع أنت ويصب وصلت يعني الالتراساوند يصب نحن الفائدة مالتها وهكذا. جاء واحد قال قبل فترة ما تعفية بريجنال وأخذت إكس راي أو تعرضت إلى مواد كيميائية، زين أنت ما راح تتوقع كونجينيتال مالفورميشن بالبيبي أوكي. من تجي على الكونجنيتال مالفورميشن من اجي اقول اكس راي ايش تعمل، من اجي اقول ماده كيميائيه ايش تعمل، من اقول التمبريتشر الهايبرثيرميا ايش تعمل وهكذا. فاذا نحن ما نجي تريتمنت اكو فايرال انفكشن اكو الانتي فايرال انتي بكتيريال، هاي الادويه كل الكيميكال سبستانس معظمها نحن اكو فد يعني كريتيكال بيريد بالبريجننسي ممنوع نحن نعطيها وممنوع المرأة تتعرض له، وإلا تتوقع أنت راح يصير يعني فد congenital malformation بالبيبي. أستفهمتني؟ فإذا نحن نخلي هاي الأمور بشكل ريبورت كل وحدة على حدة، الفائدة أنه أنت رسخت العمل النظري بواقع عملي. يجي الطالب والله ماكو ولا وحدة حامل قرائبنا، يا بقابل أنا قلت لك بس قرائبك جيران بنت يعني معارف ما عندكم، مروا للمستشفى دقائق ظليتم تروحون على العمادة لما عجزتم. بالأخير عمادة قال يا أبا ما يحتاج الريبورت، يا أبا لا يحتاج يا أخو ما لي الريبورت فيما لا فيما لا. أصلا هو جود علي دقائق أصلح، ما أكثر من طالب خابرني وخابرتونه أنا يعني أكون منهم 3-4 مرات أقعد أحكي وعدل على الريبورت. أكو طلاب وطالبات استفادوا، وأكو طلاب لا كان يشعر مشقة لأن هو ما يريد يعمله. واحد غا على دكتورة قالت له والله الدكتورة أنا ما فيش أريد الأستاذ مالتك، رجع خابرني هو يقعد يم الدكتورة. الله عيب، أنا طلبت ريبورت منك لو من الدكتورة. الأخ يخابرني والله رصيد ما عندي على خابرك من تليفون قرائبنا، وأنت بما حق تعطي تليفون لقرائبك بما حق
انت ما استاذنت، لهذا هذا الريبورت يعني انت ما يعني 90% من الطلاب ما غادوا، ما غادوا يحسب انا دمسكه دفلينه واصلح له لغويا هم حاسبه لغويا، بس هي ما هكذا، هو الطالب كان غلطان، شال الريبورت جاء هسه على الاورال، الاورال ما نعرف شنو مصيره، يعني الوقت قلت لكم يعني كلش كلش محدد. فاحنا هسه عشدنا يعني اذا لي الخميس قالوا الاورال بال يعني اونلاين راح يعني افطر يوميا مثلا نختار لنا اوقات مثلا من الساعه 8 او 7 المساء الى الساعه 8 انا اسال راح اقول مثلا من فلان اسم الى فلان اسم ينتظرون واحد بالتليجرام نتخابر واسال وارجع اخلي درجات، او راح يقولون على مديش مثل الاوسكي يعني ما يصير انا اسالك لك سؤال ما تعرفه لا اسال سؤال يجوز يعرفه، لا لازم تصير اسئله موحده، هاي الاسئله موحده عشان تصير يعني نعملها بنظام مثل امتحان نص السنه يعني ثيوري ونعتبره اورال، ماكو غير طريقه، لان الاورال هسه تجون نظام الاوسكي هو نظام عالمي، انا امتحنك مثل امتحان العملي يعني 10 اسئله هي تفرع الكل، لكن هوني باي الطريقه انا اليوم بدي امتحن 30 طالب قد غير 30 يصير كلتكم نفس السؤال الجواب له ما منطقي، تمام؟ وهي نحن حتى تصير مجال العدالة على كل ناي بعد ما قرروها. دكتور وليد قال نحن إن شاء الله نفوت يعني على أساس غدا أو بعد غدا نحكي مع العمادة قبله يتحول الأورال إلى امتحان مثل الكويز، أهلا وسهلا، ما قبله لازم أنا أضطر امتحنكم ومثل ما يقول يعني على التليجرام إن شاء الله. عندكم شيء بعد؟ ما بعثت لي حارث لاي السكرين شوت حارث؟ عفوا دكتور دز لك إياه حارث. ما دز هذه أوكي. عندكم شيء بعد؟ أنا راح أعلمكم إذا تبدل الأورال بغشية. لحد الآن أورال أورال. بس بعد يعني لأنه يعني أولاً أنتم لازم 7-7 مع 10-7 لازم توقف كشية. يعني يكون امتحانات عملي وتبدي بعدها لين 25 النظري. زين؟ والله يسهل. هذه عندكم سؤال؟ عندكم سؤال؟ لا دكتور. يلا عيني مع السلامة وشاكم على خير. مع السلامة. هلا دكتور فهم هلا.